لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. السلام عليكم. نبدأ من افتتاحية الميثاق الوطني، حيث تقول: تنوعت أساليب الشعب العراقي في مواجهة التحديات التي عصفت بالعراق بعد الاحتلال الباطل في عام 2003 ضمن سعيه المشروع في استعادة وطنه وإيقاف عجلة التدمير ومشاريع التحطيم التي رسمتها القوى الخارجية ذات التأثير المباشر، والتي اجتمعت أهدافها حول إضعاف وتفتيت العراق بعد صياغة تفاهمات بين أمريكا وبريطانيا وإيران الذين تلتقي مصالحهم مع الكيان الصهيوني المحتل فلسطين، مع وجود اختلافات حسب المصالح بين هذه الأطراف تساعدهم قوى من الداخل من شخصيات وأحزاب جرى دعمها وأسست ميليشيات مسلحة لتحقيق الخطط المرسومة في تخريب العراق، وهي خيانة كبرى يرتكبها هؤلاء، سجلها التاريخ وستحفظها الأجيال الحالية، وستكون وصمة عار تلاحق ذريات الخائنين لوطنهم وأهلهم. ومن هذه الأساليب التظاهرات الشعبية التي لم تستطع القوى الخارجية والداخلية على إنهائها وإخماد صوت العراقيين الرافض للعملية السياسية وأحزابها البائسين ولمشاريعهم، على الرغم من حجم التضحيات والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين، حيث مارسوا القتل المتعمد والاختطاف والتغييب فضلا عن الاعتقالات التعسفية، وقد وصل الحال بإجرامهم إلى أنهم أجبروا المستشفيات بعدم استقبال الجرحى. وفي مشاهد مؤلمة كان الهدف الأساسي منها سحق إرادة الشعب العراقي والخنوع لحكم خونة العراق والرضا بالمحتلين وتقبل ضياع العراق ونهب ثرواته وتدمير مؤسسات الدولة عبر تبعية مذلة لإيران، والتي كانت أكثر المحتلين تدميرا لأن مشروعها استيطاني وهو أخطر أنواع الاحتلالات. وقد تمادوا كثيرا حتى أصبحوا يهجرون المدنيين في وضح النهار لاستمرار مشروع التغيير الديموغرافي وإحلال سكان أجانب بدل العراقيين من خلال تهجيرهم خارج العراق وعدم السماح بعودتهم إلا أفرادا، هي من تصدر عفوا خاصا لهم بعد أن يتعهدوا بالعمل ضمن مشروعها والتطبيع المذل لإرهابها الميليشياوي. وهذا ما شهدته الساحة مؤخرا من عودة بعض الشخصيات السياسية والعشائرية التي أصلا ليست مطلوبة وفق القانون، إنما كانت تعاني كما يعاني العراقيون الآخرون من ملاحقات سياسية، وأن المطلوبين الحقيقيين وفق القانون هم أدوات إيران ومسؤولي ميليشياتها وأحزابها الذين مارسوا الإرهاب والقتل وأطلقوا التهديدات الطائفية العلنية، ولا زالوا، وما يؤكد ذلك هو بقاء النازحين في الخيم بسبب رفض الإطار التنسيقي المقرب لإيران من عودتهم ويحتلوا مناطقهم. يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي: كان محمد الحلبوسي مثل باقي زملائه في التحالف الثلاثي إنقاذ وطن مغرما بالحديث عن تحرير الإرادة الوطنية من الوصاية الأجنبية وعن تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية والخلاص من الهيمنة الخارجية، ويقصدون إيران، ولكن ثلاثة أرباع الشعب العراقي ومنهم موالون للمتحالفين الثلاثة لم يقبضوا بجد هذه الشعارات، ولم يعتقدوا بأنهم جادون وقادرون على إعلان المواجهة المصيرية مع إيران والسعي لطردها وتصفية وكلائها. فمقتدى المالك لجيش المهدي وسرايا السلام ومسعود البرزاني المحصن بسلاح البيشمركة والدعم الأمريكي والتركي والإسرائيلي يمكن أن يفكر بشق عصا الطاعة على جماعة الإطار التنسيقي من أجل الانفراد لأهداف متنوعة، بعضها شخصية زعامية وبعضها الآخر حزبية وسياسية أغرتهما بها التغيرات الأخيرة التي طرأت على موازين القوى في المنطقة، خصوصا في عقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاس آثاره على صلابة الوجود الإيراني داخل العراق. ولكن الحلبوسي هو الوحيد الأكثر عجزا من حليفيه عن تحدي الوصاية الإيرانية، وذلك لأنه أعزل من ميليشيات وسلاح، وهو الوحيد بينهما الذي لا يسند ظهره بدولة داعمة محاربة يمكن أن تقف معه في مواجهة إيران.
يضاف إلى ذلك أنه محاصر بنفوذ شريكي في تحالف السيادة خميس الخنجر، وكذلك بالمشيخات الأنباريات الأخرى التي تجاهر بتحدي زعامته. وبعودة علي حاتم السليمان ورافع العيساوي إلى عقر داره بترتيب إيراني لتهديده بانتزاع تمثيله للمكون السني، لم يعد أمامه سوى خيارين. الأول هو البقاء في التحالف الثلاثي وخوض معركة خاسرة مع المعسكر الإيراني، والخروج الحتمي في النهاية من مجمل العملية السياسية. أما الثاني فهو التراجع والتلويح باستعداده للخروج من التحالف الذي أصبح يزعج الإيرانيين. وزيارته الأخيرة لطهران والتي كانت مؤجلة ثم سارع إلى اغتنام فرصة القيام بها فور السماح له بها، تعزز القناعة بأنه ضعيف ومطوق بالمنافسين وعائد تائبا إلى الخيمة الإيرانية، أو على الأقل لإفهام خصومه بأنه ما زال في حمى الحرس الثوري، وأن خلافه ليس مع إيران بل هو مع ممارسات نور المالكي، وخصوصا مع محاولاته التآمرية الأخيرة لإرباك المشهد السياسي في الأنبار. وفي هذه الأجواء التي لا يمكن تبرئة إيران من السماح لنور المالكي بتدبيرها لخلط الأوراق فيها، أصبح واضحا أن المطلوب هو إجبار الحلبوسي على الخروج من تحالفه مع مقتدى الصدر ومسعود البرزاني وقيامه بتخريب التحالف الثلاثي، ثم إعلان عودته إلى خيمة الولاء والطاعة لدولة الولي الفقيه من جديد. وقد حصل. ذكر تقرير أمريكي أن العديد من الإصلاحات في العراق ما زالت معطلة، فيما رأى أن الوضع الأمني يمنع وجود الشركات الاستثمارية، مبينا أن موجة الاحتجاجات التي تسببت بتغيير الحكومة كان سببها الهوية الوطنية. وذكر تقرير صدر للمجلس الأطلسي الأمريكي للبحوث وترجمته المدى أن العراقيين أفرادا وجماعات مقيدون ضمن وضع ليس فيه سبيل واضح لتسهيل المصالح العراقية الجماعية دون أن تكون هناك تضحية بمصالحه. وأضاف التقرير أن التقدم في العراق والمضي قدما فيه يعني بشكل عام أن تكون هناك خسارة لطرف دون آخر، وأن الذين يخسرون لهم مصلحة بعرقلة التقدم الذي يأتي على حسابهم. وأشار إلى أن هذه المجموعات في بعض الأحيان قد تلجأ للعنف، ولهذا السبب فإن الجهود لمواجهة حالات الفساد وعدم الاستقرار بشكل مباشر وتعزيز التنمية الاقتصادية غالبا ما تفشل. وأورد أن التقدم الديمقراطي الحاصل في العراق بعد عام 2003، وعلى الرغم منه فإن كثيرا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلد ما تزال معرقلة. ونوه التقرير إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى المأزق السياسي المسدود والفساد المستشري في كل من القطاع العام والخاص، وأفاد بأن كل هذه الظروف ساعدت في تقوية أحزاب سياسية أغلبها مسنودة من جماعات مسلحة تسعى لفرض نظام سياسي بديل ينافس مؤسسات الحكومة العراقية. وأكد التقرير أن ذلك غالبا ما يكون خارج بنود الدستور العراقي. اليوم كثير من العراقيين يعانون من معدلات بطالة عالية وأجور متدنية ومستوى تعليمي وتدريبي بائس. ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمني الهش واستمرار الاعتماد على دعم خارجي فاقم من هذه الظروف التي تستمر بسببها بعرقلة كل من الاستثمارات الداخلية والخارجية في البلد. من موقع عربي 21 نقرأ مقالة للكاتب ساري عرابي حول مجزرة حي التضامن، حيث يقول: كثيرون الذين ذكروا عجزهم عن رؤية مشاهد مجزرة حي التضامن كاملة، وبعضهم نصح غيره بعدم المشاهدة لقسوة الصور والوقائع، لكن يمكن القول إنه لا معنى في مزيد المشاهدة، فصورة واحدة تتحدث عن غيرها من الصور، كما أن الواقعة برمتها تتحدث عن بقية الوقائع التي تخللت الحالة السورية منذ عام 2011 على الأقل، وحتى الآن والتاريخ السوري الطويل منذ سبعينات القرن الماضي يفيض بحكايات المعتقلين المختفين في السجون السورية، ما يفتح الاحتمالات على إمكانية تغييبهم بالقتل الفردي أو الجماعي.
في المذبحة السورية المفتوحة منذ عام 2011 ظهر ثلاث تقنيات لدى أنصار النظام للدفاع عن ممارساته، لا في سوريا وحدها بل في كل مكان في العالم وجد فيه أنصار الله. التقنية الأولى التسييس المفرط للحدث، بمعنى النظر إلى جميع الخلق بوصفهم كائنات سياسية في الحدث. ينبغي أن يكون لها موقف إما مع وإما ضد، والسكوت والامتناع عن الاصطفاف هو اصطفاف مضاد في النتيجة، ومن ثم فكل ضحية في الحدث هو بحسب هذه التقنية ضحية للناتو وقطر وتركيا والسعودية والإخوان والنصرة وداعش. ويمكن حشر أي شيء في هذه الخلطة بما يفضي إلى تبرئة كاملة للذات تخلو من أدنى مراجعة أو نقد ذاتي، بقدر ما تحاول هذه التقنية تحويل الأطفال والنساء وعامة الناس إلى كائنات معادية منخرطة في مؤامرة كونية، فإنها تبقى قاصرة عن الإجابة عن الممارسات التي يصعب تفسيرها سياسياً أو عن القبول بسياسات التطهير والتبادل السكاني، وهو ما يقر به النظام فعلياً أنه لم يكن ممثلاً للسوريين جميعاً، أو أن البلد بالفعل عزبة يتصرف فيها في الوجودات القبلية التاريخية للناس كما يشاء. التقنية الثانية الإنكار الكامل للحدث، فكل ما قيل ويقال عن جرائم اقترفها النظام وأنصاره. التقنية الثالثة اختزال الحدث في داعش، والذي هو نسبيا متأخر الظهور فيها، أو في قوى الإسلامية الجهادية التي لا شك أنها هيمنت على المشهد لكنها لم تكن أصله ولا كله. نشرت صحيفة ساندي تايمز تقريرا كتبه بيتر فرانكوبان الأستاذ في جامعة أوكسفورد، قال فيه إن الغزو الروسي لأوكرانيا تحول فعليا إلى حرب عالمية ثالثة، وأشار إلى أن الآثار الزلزالية للحرب يمكن رؤيتها في كل مكان. وتابع تحليله بالقول إن الجنود الروس اعتقدوا أنهم سيدخلون كييف في غضون أيام في أعقاب الإعلان عن العملية العسكرية الخاصة في 24 من شباط فبراير، لكن الحرب تحولت لما نراه الآن بحسب ترجمة هيئة الإذاعة البريطانية. في الأسبوع الماضي صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بأن على بريطانيا وحلفائها الغربيين أن يظهر الشجاعة وليس الحذر، وطالبتهما بالعمل على مساعدة كييف من أجل دفع القوات الروسية خارج كامل أرجاء أوكرانيا. وبحسب الكاتب فإن هذه التصريحات تلقفها الإعلام الروسي على الفور ونقلها كدليل على أن الحرب الحالية هي بين الغرب وروسيا، وأن القرار قد اتخذ في لندن على ألا تنتهي الحرب إلا بعد تحقيق فوز حاسم وشامل على موسكو. منذ أن بدأت الحرب ومذيعو المحطات التلفزيونية الروسية والكتاب يقولون إن روسيا تخوض صراعا عالميا وجوديا، والوصف الذي كان قد يعتبر مبالغة كبيرة منذ عدة أسابيع هو الآن وجهة نظر لها وجاهتها خارج روسيا أيضا. وأضاف الكاتب حين سئلت فيونا هيل كبيرة مديري الشؤون الأوروبية والروسية في مجلس الأمن القومي الأمريكي حتى وقت قريب الأسبوع الماضي عن ما إذا كان القول إن قيام حرب عالمية جديدة احتمال بعيد، فإنها أجابت بصورة مباشرة قائلة نحن بالفعل في هذه الحرب ونحن فيها منذ بعض الوقت، لكن ما حدث في الأسابيع التسعة الماضية له بالفعل عواقب زلزالية ستزداد موجاتها الصدمية أقوى وأكثر خطورة خلال الصيف بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بعيدا عن الخطوط الأمامية وبعيدا عن أوكرانيا نفسها. نشر موقع مجلة ذا نيويوركر مقالا تحليليا لروبرت رايت قالت فيه إن أوكرانيا أصبحت الآن حرب أمريكا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقود تحالفا من دول حسن النوايا بهدف توسيع الدعم لأوكرانيا وإضعاف روسيا والبقاء حتى بعد رحيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت إن أمريكا اجتازت عتبة نية للمشاركة قصيرة الأمد وطويلة الأمد في أوكرانيا، فقد كانت الولايات المتحدة بداية حذرة في الخريف والشتاء عندما حشدت روسيا القوة النووية وصاحبة الفيتو في مجلس الأمن، ولم تكن واشنطن راغبة بنخز الدب الروسي أو استفزاز فلاديمير بوتين شخصياً.
لكن الحرب وبعد 9 أسابيع تطورت إلى حرب بالوكالة شاملة مع روسيا وبتداعيات دولية، وبات المسؤولون الأمريكيون يؤطرون الدور الأمريكي من خلال شروط أوسع والتي تصل إلى حد العدوانية، وبات الهدف الذي تسنده عشرات المليارات من الدولار على شكل دعم هو إضعاف روسيا والتأكيد على سيادة أوكرانيا والديمومة لما بعد بوتين. وأخبر الرئيس الصحفيين يوم الخميس: تعلمنا على مر التاريخ أنه عندما لا يدفع الدكتاتوريون ثمن عدوانهم فإنهم سيتسببون بمزيد من الفوضى ومواصلة عدوان جديد، ويستمرون في التحرك وتزداد معها الكلفة على أمريكا والعالم. بعد نفاد الأموال المخصصة، طلب بايدن من الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية ب33 مليار دولار، وهي آخر حزمة في المساعدات لأوكرانيا. وقال الرئيس: كلفة هذا القتال ليست رخيصة. ولاحظت مجلة بوليتيكو أن الدعم الجديد يصل إلى نصف الميزانية الدفاعية الروسية كلها، وكذلك أكثر من نصف ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية. وفي الأشهر الخمسة القادمة ستصل المساعدة الأمريكية إلى أوكرانيا لأكثر من 200 مليون دولار في الشهر. وقال بايدن إن الاستثمار هو ثمن بسيط لتقليل مخاطر النزاعات في المستقبل. وبالنسبة لبوتين، تبدو الحرب في أوكرانيا على الأقل في جزء منها حربا بالوكالة مع الناتو وقيادته الولايات المتحدة. يرغب سكان قرية موشتون القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف إطلاع العالم بأسرع على الدمار الذي خلفه الجيش الروسي ولحق 80% من منازلها. تعرضت قرية موشتون الواقعة على بعد 30 كيلومترا من كييف لتدمير كبير جراء المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني. موشتون من أكثر المناطق التي تعرضت للدمار جراء الحرب بسبب موقعها على الطريق الرابط بين العاصمة ومدينتي إربين وهوستوميل. وقالت القروية غالينا رفضت الكشف عن لقبها: عندما عدنا إلى منازلنا كان فارغا، ولا أعلم كيف أصلح السقف المدمر، ولم يعد هناك شباب في القرية. وأشارت إلى أن الكثير من سكان القرية قتلوا جراء الحرب، وأوضحت أن القصف الروسي باتوا الآن بلا مسكن ولا مأوى مثل الكثير من سكان القرية، وأن العديد من الحيوانات التي كانوا يربونها وجدت مقتولة بعد عودتهم. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.